السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله، والله أنا أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أنا عندي سؤال يا شيخ، بعدين تفضل. هل يلزم الاستعاذة والبسملة عند الانتقال من سورة لسورة في قراءة القرآن؟ في نفس الركعة؟ لا، أنا بقرأ قرآن عادي، بقرأ قرآن وأنا عادي ايوه ايوه لا يلزم، شكرا. الا الخلاف القائم في البسملة، يعني الاستعادة لا تلزم لانك مستمر في القراءة، اما البسملة ففيها نزاع، فان شئت قرأتها في ثنايا السور وان شئت مررت بدون قراءتها، الامر واسع. بتكون وياك.